بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام الله عليكم. هذا احنا راح نتكلم اليوم عن بعض المواضيع اللي تطرقنا إلها في بداية هذا الفصل الدراسي، وهذا عندنا الريفرنس للكتاب اللي اعتمدت عليه في هذه المحاضرات، وممكن أن تجدون نفس التفاصيل في مصادر كثيرة أخرى وفي تيوبات أخرى إذا تحبون تتوسعون، أو إذا عندكم أي استفسارات أيضا ممكن نتواصل على الميديا المتوفرة. في البداية راح نتكلم عن مواضيع عامة بالكروماتوغرافي. عرفنا أنه الكروماتوغرافي is a powerful tool، هو أداة قوية للفصل، فصل مزيج غازي أو سائل. فإذا هو يفصل، إذا عندنا مزيج نموذج غازي أو سائل ممكن نفصله إلى مكوناته باستخدام الكروماتوغرافي، وهي أداة قوية بهذا المجال. يعني حتى المواد أو المكونات اللي تكون لها صفات متقاربة كيميائية وفيزيائية أيضا بالإمكان فصلها باستخدام تقنية الكروماتوغرافي. مبدأ الفصل بالكروماتوغرافي بشكل عام يعتمد على البارتيشنينج اوف ذا سامبل ميكستشر، اللي هو توزيع مكونات النموذج بين طورين غير ذائبة ببعض او غير ممتزجات، between two immiscible phases. فعندنا طورين، طور ثابت نسميه اللي هو عادة في بعمود الفصل، يكون باكت بعمود الفصل، وهذا نسميه stationary phase، طور ثابت. وعندنا أيضا طور متحرك اللي هو السائل، هنا بالكروماتوغرافي بالسائلة، ويكون غاز بالغاز كروماتوغرافي بكروماتوغرافي الغاز. وتتوزع هذه المكونات بين الطورين بسرعة مختلفة. يعني هذا هنا عندنا هذا النموذج متكون من ثلاث مكونات بهذه ألوان مختلفة، أخضر وأحمر وأزرق. أكيد أكو اختلاف ولو مهما كان بسيط بالذوبانية بين الطورين راح يؤدي إلى الفصل. فنلاحظ هنا أنا مثلا الأخضر كان سرعة الجريان مالته مع السائل عند نزوله أكثر من البقية، معناه هو ذائب أكثر بالطور المتحرك. الأحمر أقل ذوبان بي والأزرق أقل، وبالتالي انه التوزيع بين الطورين يعتمد، اذا كل ما يكون المكون بالنموذج توزيعه اكثر او ذائب اكثر بالطور المتحرك فهو راح يكون يخرج اسرع من الكلام العمود. بالنسبه لكثير من النماذج الصلبه ممكن ايضا فصلها باستخدام الكروماتوغرافي من خلال إذابتها بمذيب مناسب، ومن ثم حقنها بالـ HPLC أو الـ LC نسميه اللي هو Liquid Chromatography. فهذا راح تخرج، راح نلاحظ بالمخطط الثاني، لاحظ هنا عندنا النموذج يحقن إلى عمود فصل وينفصل به بهذا الشكل. نلاحظ هذا المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة تنفصل بعمود الفصل وتخرج تباعا. وهنا عندنا ديتكتر مكشاف راح يتحسس خروج هذه المواد واحدة بعد الأخرى، ويرسل الإشارة إلى الحاسب الآلي اللي راح يكون يرسمها. فنلاحظ هنا هذا المحور، هذا نسميه المخطط، نسميه كروماتوغرام، مكون ينتج عن هذه العملية الفصل والكشف بالديتكتر والرسم، ينتج رسم نسميه كروماتوغرام. الكروماتوغرام هو عبارة عن محورين، محور الأكس اللي هو عادة تايم بالمينتس أو فوليوم بالمليلتر، مع الريسبانس هنا اللي هي شدة الاستجابة. فنلاحظ هنا راح تطلع عندنا بيك 2-3. طبعا كل ما يكون تركيز المادة أو المكون أكثر كل ما راح ينطينا بيك أكبر عموما
إما تكون أعلى أو تكون الأفضل والأكثر دقة، إنه المساحة اللي هي area under peak. فالarea under peak هو تكامل رياضي يتم من خلال برنامج الجهاز مال الكروماتوغرافي، فراح يحسب لنا الاريا اندر بيك، ومن خلالها الى علاقه مباشره مع التركيب. فاكو هنا علاقه راح تكون بين المساحه تحت البيك اريا اندر بيك وذ كونسنتريشن، يزداد التركيز تزداد هذه المساحه اندر بيك، وبالتالي ممكن نرسم كاليبريشن كيرف لكل بيك لكل مكون. هذا كاليبريشن كيرف للمادة الأولى للثانية الثالثة. ولكن كيف نعرف شنو المادة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هذا موضوع آخر. هنا عندنا شيء الزمن اللي تخرج به البيك نسميه retention time، زمن الاحتجاز. وهذا بهذه الظروف، ظروف نوع الكلام والسرعة الجريان مال المذيب اللي راح ناخذها، ظروف التجربة هذه كلها مال الفصل، يعتمد هذا الريتينشن تايم على هذه الظروف. في ظروف مماثلة المفروض يطلع عندي ريتينشن تايم في بنفس الوقت. فإذا أطبق البروسيجر بحذافيرة تطلع عندي ريتينشن تايم الأول للمادة الأولى والثاني للمادة الثانية بنفس الوقت. وللتأكد أنه هي هذه المادة عندي الأولى الثانية الثالثة لازم عندي مادة نقية منها، مثلا المادة الثانية أنا أعرف شن هي، أجي أحقن مادة نقية بهذه الظروف ستاندرد للمادة الثانية وأشوف وين يطلع بأي مكان. إذا طلع هنا أقول هذه هو المادة على سبيل المثال الفينول، فأنا أعرف أنه بما أنه طلع بنفس الوقت فأنا أقول هذه إذا البيك مال الفينول، هذه بارانيتروفينول مثلا. فإذا تطلع بهذا المكان نفسه فهي نفس المادة غالبا. فإذا retention time نحدده من خلال standard، الاعتماد على standard. نلاحظ هنا من الرسم أنه عندنا من بداية المحور إلى هذا الزمن نرمز له T small t r capital تحتها، هذا retention time لهذه البيك اللي هو زمن احتجاز هذه المادة. نلاحظ إذا نرجع للرسم اللي قبله، نلاحظ أنه عندنا هنا بيك صغيرة بالبداية، هذه نسميها void أو dead time، void أو dead time أو hold up time. الفكرة منها هذه أنه هذا هو الزمن الميت، يعني معناها الزمن اللي تستغرق مادة لا تعاني احتجاز نهائيا للخروج أو عبور العمود. بمعنى آخر هو الزمن اللي يستغرقه المذيب من بداية العمود لنهايته. فهذا تطلع عندي هاي الإشارة، هذه ليست لأحد المواد، هذه للمذيب فقط، وبالتالي هذه نرمز لها T sub M اللي هي retention dead time، نرمز لها T sub M أو T not. أوكي، عندنا أيضا مصطلح آخر اللي هو T prime R sub R اللي هو adjusted retention time اللي هو T R ناقصا T M أو T not. هذا أيضا مصطلح آخر مهم نعرفه. عندنا هذا منحنى التوزيع الطبيعي اللي هو نسميه Gaussian curve، هذا شكله. فالبيك النموذجية تكون تتخذ هذا الشكل، أي أنها تصل إلى نقطة الصفر من الجهتين وتكون symmetrical متماثلة، وتكون كل ما تكون ضيقة كل ما تكون أفضل. فلاحظ هنا أنا هذه هسه البيك إلى حد ما هذه متداخلة شوية، البيك جيد سيمتريكال إلى حد ما ولكن ليست مثالية هذه البيكات. فعندنا أربع مركبات ولكن ليست ما مفصولة بشكل تام. تلاحظون من تحت سرح نأخذها بتفصيل أكثر أنه لا زالت الحزم غير منفصلة بشكل تام عن بعضها البعض.
وبالتالي هذا راح يسبب لنا انه يكون الحساب ليس بالدقة المرجوة، الحساب ما يكون دقيق جدا الكمي، يعني تركيز المادة اللي نحسبه. هسه هنا عندنا بعض المتغيرات المهمة انه نفهمها، ما راح ادخلكم تفاصيل كثيرة، اللي راح يعني يكمل البحث مالته الكروماتوغرافي راح نتوسع بأكثر. حاليا يعني اللي يهمنا من الموضوع انه عندنا السيجما هنا هي ستاندرد ديفيشن عن نقطة الأصل بالبيك، وسيجما ستار العفو سكوير اللي هي الفاريانس، وهذه مهمة نفهمها. هذا عندنا هذه ارتفاع الحزمة اللي هي نسميها البيك هايت، وبالمنتصف في منتصف الارتفاع هذا العرض ال W half نسميه width of peak at half weight الهايت العفو. وبالتالي أيضا هذا مصطلح مهم راح نشوفه بقوانين ثانية نستخدمه أكثر من هنا. هناك نظريتين في الكروماتوغرافي الأكثر شهرة في تفسير كيف تتم عملية الفصل المكون خلال مروره بعمود الفصل. بالنسبة للنظرية الأولى اللي هي بليت ثيوري، نظرية الصفيحة، هذه نظرية الصفيحة أو الصفائح نسميها بليت ثيوري، تفترض التالي: تفترض أنه عمود الفصل طوله L كابتل L مكون من عدد كبير من الصفائح النظرية theoretical plates اللي هي نرمز لها بالN، فهذه هي افتراضية، والسمك الصفيحة الواحدة أو ارتفاعها نرمز لها بالH أو HETP اللي هي height equivalent to theoretical plate، فنرمز لاختصارا للH. وهناك حالة اتزان تحدث للمذاب أو المادة المراد فصلها، تركيز المادة يتوزع بين طورين المتحرك والثابت، هذه حالة اتزان تحدث عند كل صفيحة، وبالتالي بازدياد عدد الصفائح النظرية تزداد كفاءة الفصل. والقانون مالته هنا بسيط: H يساوي L على N. هذا الاتزان لتركيز المادة بين الطورين المتحرك والثابت الذي يحدث عند كل صفيحة نظرية له ثابت نسميه Nernst Partition Coefficient أو K، أو نسميه Equilibrium Constant وثابت اتزان. طبعا هذا ثابت الاتزان يساوي لنا تركيز Concentration للمادة المذابة في الطور الثابت stationary phase على تركيزها بالطور المتحرك، وهذا يختلف على طول العمود، عمود الفصل أيضا. فنلاحظ هنا مثلا ويعتمد أيضا على الإليوانت على الموبل فيز، فنلاحظ هنا قيمته كبيرة جدا تكون إذا كان الطور الموبل فيز غازي، وتكون طور إذا كان الطور سائل يكون أقل بكثير. وبما أنه تركيز المادة راح يكون غير متساوي على طول العمود، أكو مكانات بيها تركيز عالي وأخرى ما بيها أصلا تركيز، ومكانات أخرى بيها تركيز قليل، وبالتالي أنه راح يكون عندي مختلف التركيز بين الطورين، ولكن النسبة ثابتة، فالكي راح يبقى ثابت على طول عمود الفصل بالمكانات اللي بيها تركيز للمكون. من المتغيرات المهمة في نظرية الصفائح play theory هو الـ theoretical efficiency أو نرمز له هنا بالكابتل N، هذا هنا هو يمثل لنا كفاءة العمود، كل ما كانت كفاءة العمود عالية كل ما يطلع عندنا هذا الفاكتور الـ N يطلع عنده قيمته عالية. نلاحظ هنا ممكن انه يتم احتسابه بالشكل التالي:
ان يساوي لنا 16 مضروب في، طبعا هذا ان ينحسب لكل مادة واحد، يعني اذا عندك مزيج من 10 مكونات بالمزيج الواحد ويعطيني 10 بيكات، كل وحدة لها تكون قيمة ان مختلفة عن الاخرى. فنلاحظ هنا الان تساوي لنا 16 في الريتنشن تايم للبيك اللي نريد نحسب لها قيمة ان تربيع، مقسومة على عرض الحزمة من الأسفل W سكوير، أو ممكن احتسابها أيضا بالشكل التالي اللي هي 5.54 TR سكوير اللي هو retention time مال البيك، ومقسومة على عرض منتصف الحزمة تربيع، عرض منتصف الحزمة تربيع، فاثنيناتهم تعطينا نفس النتائج. ايضا عندنا مصطلح اخر اللي هو effective plates number اللي هي n effect، هذه نفس الشيء بالضبط، ولكن نستخدم مكان ال retention time نستخدم ال adjusted retention time اللي هي retention time minus ال dead time، وبالتالي انه نلاحظ نفس القوانين اللي شفناها قبل قليل. الفاكتور الآخر اللي يعبر لنا عن كفاءة العمود أو الفصل أيضا اللي هو الـ H اللي هي height equivalent to a theoretical plate، هذه سمك الـ N، سمك الطبقة هذه النظرية واللي يحدث عندها الاتزان. والـ H أيضا ليس له قيمة ثابتة، بل قيمته تعتمد على نوع المركب المراد فصله وظروف التجربة أيضا، مثل الـ N. الآن مثل ما فهمنا أنه عندنا كل مادة لها retention time خاص بها يقاس بالمينت، وممكن نستخدم مكان الـ retention times اللي هو T sub R نستخدم retention volume، فالمحور يكون بدل ما يكون التايم بالمينتس يكون بالفوليوم بوحدة الملي لتر، وللتحويل بين الفوليوم ولا يعني V of R sub R و T sub R بين ال retention volume وال retention time ممكن انه نضرب التايم في الفلو ريت سرعة جريان الطور المتحرك الموبل فيز اللي هو نقيس سرعة الجريان هنا بالملي لتر بير مينت، نضربه بين نحوله من وحدة إلى الأخرى، وممكن أيضا حجم البيك أيضا ممكن نعرفه من خلال حاصل ضرب عرض الحزمة من الأسفل مضروب في الفلو ريت للموبل فيز. أيضا إذا هسه عرفنا تي ار والفي ار اللي هو ريتينشن تايم وريتينشن فوليوم، وعندنا الهولد اب فوليوم او الديد فوليوم او الفويد فوليوم كله صحيح اللي في سب ام او في نوت اللي هو طبعا ايضا عرفناه اللي هو الزمن اللي اللازم لمرور ماده لا تعاني احتجاز مطلقا خلال عمود الفصل. فإذا هذه أيضا واضحة. والآن نجي على مصطلح مهم جدا اللي هو retention factor أو نسميه capacity factor ونرمز له بالرمز small k. فعند مرور كتلة لمركب نرمز لها هنا m sub t خلال عمود الفصل، فإنها راح تنفصل إلى كميتين بين جزء من الكتلة يروح بالطور المتحرك الموبل فيز، وجزء آخر من هذه الكتلة المارة بعمود الفصل يروح للطور الستيشنري فيز الطور الثابت. وخلال نزول هذا المكون أو هجرته إلى أسفل العمود، هذه النسبة بين كتلة المكون في الطور الثابت إلى كتلته في الطور المتحرك هي ثابتة، ونسميها هنا capacity or retention factor. capacity factor هو الأكثر استخداما، وهنا يساوي لنا حاصل ضرب
التركيز بالسرعة بالعفو بالحجم، وهذا هو القانون العام لها، تركيز المادة في حجمها وتركيز المادة في حجمها بالطور الستيشنري بالطور المتحرك بالثابت والمتحرك. قيمة الكباسيتي فاكتور اللي تعبر لنا أيضا عن كفاءة عملية الفصل، أيضا تعتمد بشكل كبير على نوع المركب مثل ما أسلفنا وظروف الفصل، وتكون هذه القيمة تتراوح بين الواحد والخمسة. خارج هذا النطاق أنه تكون عندنا إذا كانت أقل من الواحد فالفصل غير جيد، وإذا كانت أكثر من الخمسة معناها أنه عملية القياس تتم خلال وقت طويل غير ضروري، يعني ممكن اختصار عملية القياس إلى زمن أقصر. لنفرض أنه بيك تنفصل بعد 20 دقيقة، بينما إحنا راح يظهر عندنا ممكن أنه نقلص هذا الوقت إلى مثلا 7 دقائق. طبعا أكيد يكون أفضل أنه نقلص الوقت ما دام نقدر نحصل على فصل تام للبيك للحزمة. نلاحظ هنا بهذه هذا المخطط كيف تم احتساب قيمة كي لكل بيك على حدة، هذا البيك الأولى والبيك الثانية K1 وK2، وطلعت قيمهن 3 point something، وبالتالي انهم معناها انه الفصل عندنا جيد. طبعا من خلال العفو لاحظ قيمة السبريشن او سلكتيفيتي فاكتور بين هذه الحزمتين هو ايضا اكثر من الواحد، وهذا جيد يعني معناها الفصل تام، فصل تام بين هذه الحزمتين ايضا.